خليني اروح مع حضراتكم لخبر اخر. والنهارده وصلت لاحدى القواعد الجويه المصريه عدد من المعدات والقوات الامريكيه المشاركه في تدريبات النجم الساطع 2018، واللي من المقرر ان تنفذ في الفتره من 8 ل 20/9/2018 بقاعده محمد نجيب العسكريه ومناطق التدريبات البحريه المشتركه بنطاق البحر الابيض المتوسط. هيشارك في التدريب عناصر من القوات البريه والبحريه والجويه والقوات الخاصه لكل من مصر وامريكا واليونان والاردن وبريطانيا والسعوديه والامارات وايطاليا وفرنسا. كمان وجهت الدعوه لعده دول للمشاركه بصفه مراقب في التدريب، من بينها لبنان ورواندا والعراق وباكستان والهند وكينيا وتنزانيا وأوغندا والكونغو الديمقراطية وتشاد وجيبوتي ومالي وجنوب إفريقيا والنيجر والسنغال وكندا. تدريبات النجم الساطع 2018 بتهدف لتبادل الخبرات وتنسيق العمل بين القوات المشتركة من الدول الشقيقة والصديقة وتوحيد المفاهيم وثقل مهارات العناصر المشاركة، وكمان تطوير أسلوب العمليات والتدريب على مكافحة الإرهاب والحرب غير النمطية وتخطيط عمليات الدعم الإداري والإخلاء الطبي والتدريب على طرق مكافحة العبوات الناسفة وأحدث أساليب مكافحة التهديدات اللي بتواجه الأمن البحري وتخطيط وإدارة العمليات الجوية المشتركة، فضلا عن تعزيز الاستقرار في المنطقة. الحقيقة أنه التدريبات دي بتكون مهمة جدا جدا وفي غاية الأهمية لجميع الجوانب والدول اللي بتكون مشاركة فيها. خلينا نتكلم على بشكل خاص عن مصر أو الجانب المصري، مشاركته في هذا التدريب مهمة جدا. تبادل الخبرات العسكرية في هذه الفترة اللي بنمر بيها كدولة مصرية بتحارب وبتجابه الإرهاب، مهم أننا نشوف مدارس عسكرية مختلفة، نطلع على مدارس وأساليب عسكرية مختلفة. زي ما قلنا كمان هنا في الخبر، القتال البحري والتحديات اللي بتجابه وتواجه الدول عن طريق الجانب البحري والبري مهم جدا جدا مثل هذه التدريبات.